مشاهدينا مستمعينا، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء السياحية، يأتيكم من قناة وجريدة أحوا إسبريس الإلكترونية. بداية، احتفالا بعيد المرأة نظم الاتحاد العام للطلبة الجزائريين لجامعة قسنطينة 3 وبالتنسيق مع الإقامة الجامعية عين البي 7 حفلا يتضمن عرضا مسرحي يحكي واقع المرأة في الجزائر وما تعانيه من ضغوطات ومشاكل في حياتها من سن البلوغ حتى تصير امرأة متزوجة، بالإضافة إلى عرض أغاني عن الأم والمرأة بشتى اللغات واللهجات، وكذا تنظيم عرض أزياء لتقديم الألبسة التقليدية الجزائرية وعرضا للوحات ورسوم، بالإضافة أيضا إلى عرض سحري وتكريمات لكل المواهب والمديرين المشاركين في الحفل. في خبر آخر، كشفت مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية لمسان أقول وتفعيلا لخارطة آفاق 2024 الرامية إلى رقمنة القطاع وخلق ديناميكية اقتصادية عن تصنيف 56 موقعا سياحيا ضمن 6 مسارات موضوعاتية. وأشار مدير السياحة والصناعة التقليدية بالنيابة الحاج ميمون إلى أن عملية إحصاء وتصنيف هذه المواقع تمت بالتنسيق مع مديريات الثقافة والفنون والمجاهدين وذوي الحقوق والشؤون الدينية والأوقاف والشباب والرياضة ومحافظة الغابات والجمعيات المحلية وكذا الوكالات السياحية والفنادق. وبهذا مشاهدينا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى ختام موجزنا، دمتم في رعاية الله وحفظه، سلام.